حينما تدهورت الأوضاع في الآونة الأخيرة، سافرت أنا وأسرتي إلى بلدنا الثانية أو بلدنا الأولى مصر. أنا بعتبر اليمن بلدي الأولى يعني. أنا أمير صلاح، شاب مصري ولدت ونشأت على أرض الجمهورية اليمنية، تحديدا في محافظة تعز، تحديدا في حي منطقة الكمب. والدي كان يعمل هناك في المؤسسة الخيرية الهائل سعيد النعم، مدرسا ومحافظا، حابب العادات والتقاليد والأعراف اليمنية. فبناء عليها أنا حبيت يعني أكون جزء من هذا الحدث. ومن زمان يعني دائما أسمع أغاني الفنانين اليمنيين في الأعراس. الأعراس اللي بالنسبة لي تمثل لي شيء كبير جدا، وتمثل لي جزء لا يتجزأ من حياتي الشخصية. يعني 17 عاما في أحضان هذه البلد السعيدة، هذه البلد الجميلة، بين أحضان شعبها الطيب، شعبها الراقي، لم أشعر في يوم من الأيام أني غريب. شعرت بفراغ كبير جدا، فراغ الأصدقاء، فراغ الأماكن، فراغ الحنين والشوق إلى البلد الذي احتضنتني، التي تربيت تحت سمائها وشربت من ماء. أدعو جميع الأحباب والأصدقاء وأبناء الجالية اليمنية هنا في جمهورية مصر العربية، مش في القاهرة فقط، لا، في جمهورية مصر العربية كلها، تشرفوني في الحضور يوم 22 مايو بإذن الله تعالى في قاعة لامار في منطقة فيصل.